شركه شمس لخدمات الكمبيوتر. شركه شمس متخصصه في الاجهزه الورك ستيشن الاستيراد فرز اول فرز اول. النهارده بنتكلم في عرضين، الديل البريزيشن الديل التي 7810 والديل التي 5610. التي 7810 الدبل بروسيسور ال 2630 للفي 3 الكاش 40 16 كور برامات 32 جيجا درام 4 هارد بيبقى 256 اس اس دي بيبقى معاه هارد تاني 2 تيرا ساتا، يعني الجهاز بيبقى فيه هاردين، هارد اس اس دي 256 والهارد التاني بيبقى 2 تيرا ساتا. كارت الفيجا بتاعه يبقى جي تي اكس 660 بيبقى 2 جيجا درام 5 وبيعلى مع الرامات زي ما انتوا عارفين. تعالى بقى نبص بصه جوه هنشوف شكله ايه ومواصفاته ايه نقولها تاني. ده شكل الجهاز من جوه، الدبل بروسيسور طبعا، كارت الفيجا بتاعه بيبقى فيه 6 بن 2 6 بن، كارت الفيجا بتاعه يبقى جي تي اكس 660. ان هنا الهاردات بيشيل هارد ساتا ال 2 تيرا والهارد الثاني ال 256 طبعا دي في دي. طبعا هنا اماكن الرامات يعني في 2 4 6 8 في 8 بنك رام. طبعا هو في رامات 32 جيجا رام 4. طبعا باور سبلاي بيشغل معاك برامج كويس 825 واط مش 35 825 واط. طبعا الجهاز بيشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه. سعر الجهاز عرض حصري من شركه شمس 20000 جنيه لفتره معينه. الجهاز الثاني اللي هو الديل البريزيشن التي 5610. التي 5610 برضه بيبقى اثنين بروسيسور يا جماعه نفس الشكل ده، اثنين بروسيسور. البروسيسور بتاعه بيبقى 2670 الدبل بروسيسور الكاش 40 برضه 16 كور. يعني البروسيسور بتاعه هو فيه اثنين بروسيسور 2670 الدبل بروسيسور كاش 40 16 كور. راماته بتبقى 32 جيجا دي رام سي، هارد بيبقى 256 اس اس دي بيبقى فيه هارد تاني 1 تيرا ساتا. كارت الفيجا بتاعه بيبقى انفيديا كوادرو الكي 420 بيبقى 2 جيجا وبيعلى مع الرامات. جهاز برضه بيشغل برامج كويس وبيشغل العاب كويس. وسعر في الجون عرض حصري من شركه شمس 12500 لفتره محدوده. السعر ده داخل الفيديو مش على الصفحه يا جماعه. الجهاز بيخرج فرز اول فرز اول مع ضمان 3 شهور ضد عيوب الصناعه.